النهارده هنبتدي واحد من اهم الشابترز الموجود عندنا. الشابتر ده اسمه تيستنج. والتيستنج احنا عندنا اصلا كورس مخصوص لموضوع التيستنج والكواليتي كنترول، لكن احنا هناخد يعني وايد فيو كده على ايه هو التيستنج وانواعه، لان انت فعليا لما هتيجي تتخصص بعد كده سي اس او سوفت وير انجينيرنج هتحتاج موضوع التيستنج ده في الجرادويشن بروجكت بتاعك. فعشان كده هو اتس فيري امبورتنت بارت، وكان لازم نقف عنده وقفه قويه يعني. طيب ايه هو التيستنج؟ التيستنج هو الطريقه اللي انت بتتاكد منها ان السيستم او البروجرام بتاعك بيكسكيوت كما ينبغي. حط بقى تحت كما ينبغي دي مليون خط. كما ينبغي فيها جزء فانكشنال ريكويرمنت، يعني انت بتتاكد فعلا الفانكشناليتي اللي كانت مطلوبه منه هي فعلا حصلت، وفي جزء منه ان ما عندكش بقى باجز وما عندكش ايرورز. طيب هنا بيقول لك معلومه ظريفه، بيقول لك when you test a software you execute a program using artificial data. تعال نقعد شويه عند كلمه artificial data. يعني ايه artificial data؟ data مخلقه او data dummy data، بنسميها dummy data. طيب احنا عندنا database جميله كده ولطيفه جدا اسمها employees. لا 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 كله زي الفل. employees database. database دي available على الانترنت، تقدر تروح تعمل لها انستول، او مش تقدر تروح، انت لازم تعمل لها انستول علشان تتست ان التيبلز بتاعتك شغاله بكفاءه. طيب الداتابيز دي شكلها عامل ازاي؟ الداتابيز دي شكلها كالاتي. هي اسمها employees database. تمام؟ بيجي فيها 8 تيبلز، الثمانيه تيبلز دول هم عباره عن هتقفلوا انت؟ الامبلويز داتا بيز دي بيبقى فيها تيبل لكل امبلوي، ايه التايتل بتاعه، السالاريز، المانجر، مين بيعمل ايه في الدنيا. طيب تعالى نبص على النمبر اوف روز اللي موجود في الداتا بيز دي، هو ده بقى ايه محور الموضوع كله. النمبر اوف روز بيوصل لغايه 2 مليون ريكورد. شايف المنظر ده؟ 2 مليون و800000، يعني قرب 300000 ريكورد. عشان كده الداتا بيز دي فيري امبورتنت علشان تعمل عليها فيها حوالي 331000 امبلوي. كويس؟ بالديبارتمنت بقى، بالهيصه بتاعتهم، وكل امبلوي اتغير من انهي ديبارتمنت لانهي ديبارتمنت، امتى وفين وبتاع كام. الداتا بيز دي عاده هي بتكونتين حوالي 4 مليون ريكورد، بتبقى مفيده جدا في التستنج. عاوز اتست بقى السيستم بتاعي بيشتغل صح ولا غلط بارتفيشال داتا، فبروح الجا للداتا بيز اللي من النوعيه دي. طب في اشكال ثانيه اخرى يعني الامبلويز؟ في كل الدومين هتلاقي دامي داتا او ارتفيشال داتا زي دي، تقدر تجيبها تسقطها في تيبل. يا عم ما عنديش تيبل اسمه امبلوي، بس عندي تيبل اسمه يوزر، ويوزر ده فيه فول نيم، هتلاقي هنا فيه فول نيم. فانت بتقوم جاي عامل سكريبت صغنطوط ياخد الحاجات اللي تخصك من التيبل بتاع الامبلوي تحطها في تيبل يوزر عندك، وبعدين بقى تشوف ها تيبل يوزر لما هكويري عليه هيفرقع ولا هيشتغل، هيشتغل كويس ولا هيضرب، الكويري هياخد وقت ولا مش هياخد وقت. من هنا نقدر نتست ان فعلا الحاجه بتاعتنا او التستنج بتاعنا بيشتغل بكفاءه ولا لا. طيب بيبقى عندنا هدف مثالي ان احنا نتاكد ان الريزلتس اللي احنا عملناها ما بتطلعلناش ايرور، ومفيش انوماليتيز بتحصل نتيجه النون فانكشن ريكويرمنت. هو ده هدف التستنج، يعني ان انت في الاخر بتقيس الاكيرسي والتايم اند سو. تيستنج از ا بارت اوف ا جنرال فيريفيكيشن فاليديشن ميثودولوجي، ده يعني الاب الروحي للعيله بتاعت التستنج والكواليتي اشورنس. طيب هدف الجول يعني بتاع التستنج ان الديفلوبر والكاستمر يتاكدوا هما الاثنين ان فعلا السوفت وير بيميت الريكويرمنت اللي هو اتخلق علشانها يعني. وديسكفر سيتويشن ان ويتش السوفت وير از انكوركت، ايه الحاجه اللي تخلي السوفت وير بتاعك يبيهيف انكوركت، undesirable or does not comport with specification، او تخليه يعني يخرج بره السبيسيفيكيشن بتاعك. كويس؟ ده يعني ايه بصفه عامه القصه دي بتحصل ازاي. طيب فمن اجل ذلك كان لازم يكون عندنا فاليديشن، احنا نتاكد فعلا ان
السيستم بيأدي الفانكشناليتي، ويكون عندنا الديفكت تيستنج نشوف بقى الايرورز والباجز. دخلت مثلا اماونت اوف ماني، يعني مثلا انت عندك حته كده بليز انتر دونيشن اماونت، قمت انت مدخل نيجاتيف فيه. طبعا اتس نون سنس، مش كده، مفيش حد بيتبرع بالنيجاتيف يعني، بس انت لازم تتاكد ان النوع ده من الايرورز انت عامل فاليديشن عليه وبتعدي عليه اند سو. فانت هنا عندك فاليديشن تتاكد ان فعلا السيستم بيماتش الكاستمر ريكويرمنت، وعندك حته ثانيه ديفكت تيستنج اللي انت تشوف فين الحته اللي السيستم بتاعك بيقع فيها. شكل اي سيستم سيناريو في الدنيا بيبقى بالمنظر ده، انبوت سيستم، عندك اوتبوت، في عندك انبوت، في عندك بروسيسنج، في عندك اوتبوت، فانت بتتاكد ان السيستم بتاعك بيعمل القصه دي. طبعا الفيريفيكيشن اللي هي تتاكد ان السبيسيفيكيشن فعلا بتحصل، الفاليديشن اللي هي حاجات بقى زي النيجاتيف والبوزيتيف، دخل الايدج، دخل الديت اوف بيرث، تتاكد من الكلام ده. طيب علشان يبقى عندنا كومبليت فيريفيكيشن بروسيس لازم يكون عندنا سوفت وير بيربوت اكسبكتيشن، ماركتنج انفايرمنت، الحاجات دي ممكن تؤدي الى تشينجز، فبالتالي بناء عليها لازم تعيد البي ان بي بتاعتك. هنا بقى في كلام كده، عندنا طريقتين نقدر نسبكت وات از ذا بروبلم في يور سيستم. الطريقه الاولانيه بنسميها ستاتيك، الطريقه الثانيه بنسميها دايناميك. الطريقه الستاتيك دي بنجيب واحد كونسلتنت كده زي الاستاذ الفقيه ايوب، نجيب الاستاذ ايوب نقوم جايين دافعين له مبلغ حلو ونقول له بص يا استاذ ايوب الكود اهو عندك انسبكت، طلع لي فين المشاكل اللي ممكن تكون موجوده في الكود. مش بس الكود ده، انا بدي له الكود وبرمي له شويه الدايجرامز اللي انا عاملها واقول له لو سمحت من الحاجات اللي قدامك دي لو سمحت قول لي السوفت وير ده هيفرقع ولا لا من غير ما يعمل رن. طيب تعالى ناخد اكزامبل. لو انا جيت هنا مثلا وقمت فاتح كود، جينا فتحنا كود زي ده. طيب الراجل الانسبكتور بيعمل ايه؟ الراجل الانسبكتور اول حاجه يبتدي يبص عليها، يبتدي يبص على اللاين بتاع الكونكشن بتاعك. ها انت بتكونكت على الداتا بيس بانهي طريقه؟ سنجل تون ولا سنجل تون بول، ولا بتكونكت عليها كده كل مره تفتح نيو كونكشن؟ ويقوم جاي كاتب في الريبورت بتاعه The developers are opening a new connection each time they are executing the query. دي كده ايه تلبسك في داهيه على طول من غير ما يعمل اكسكيوز، مجرد بالنظر. طيب النقطه الثانيه، يبتدي يلاقيك هنا منادي على انكلود، مش كده؟ يقول لك developers didn't include once. عندنا include وعندنا include once وعندنا require وrequire once، واحده بتطلع ايرور واحده ما بتطلعش ايرور. مجرد الانسبكشن بنسميه كود انسبكشن، يقول لك والله لا ده هنا الديفلوبر كان المفروض يستخدم require once علشان ما يحصلش duplicate call، ولما يحصل ايرور الايرور ما يفرقعش في وسط الوش البرودكشن يعني، تمام؟ الايرور يبقى موجود بس في اللوج فايلز بتاعتك، فيبتدي ريبورت. يجي بعد كده يقول لك ايه بقى؟ تعال نبص كده على السطر ده. السطر ده بيقول ايه؟ السطر ده بيقول اي داتا خدها من اليوزر اللي هي عن طريق الدولار ساين بوست وارميها لي في فاريبل اسمه يو بي مش عارف جي. فهنا جاي كاتب في الانسبكشن ريبورت the developers are not doing any validation on setting variable. يعني لما بيجي سيت الفاريبل مش اي فاليديشن، بياخد الفاريبل كده بعبله ويقوم جاي راميهولي في الداتا بيس. طبعا دي قاتله. ليه بقى؟ لان هو كنت يعمل عليه شيكس كتير جدا، كويس؟ من ضمنها شيكس ان مفيش اتاكس ومش عارف ايه زي ما هنشوف كمان شويه، ومن ضمنها ان فاليديشن يا اخي تحط مش عارف ان اللينس يبقى اكبر من واحد، مش عارف الفاليو تبقى اكبر من صفر واقل من كذا، ستر يعني وجيتر ميثود كده. يقوم جاي كاتب الكلام ده في ريبورت اسمه الانسبكشن ريبورت، وجاي مسلمه للتيم ليدر. التيم ليدر يجيب الديفلوبر من قفاه، جاي معلقه بقى ايه في المروحه ويولعها على خمسه. ليه؟ ما هو دايما عندنا كده في اي كومباني عندنا دايما صراع ما بين اثنين، ما بين الديفلوبر بين التستر وما بين الكيو سي وما بين طبعا عمو الكاستمر. يعني النهايه الكاستمر لما بيحصل عنده بروبلم
فرقع عنده حاجه في الران تايم يعني اثناء البرودكشن، لازم يرجع للكيو سي والتستنج يقول له يا حبيبي الحاجات دي عدت من عليك امتى ازاي. ساعتها بقى يجي الديفيلوبر او الكيو سي او التستر يبتدي يتخصم منه، والعكس صحيح، قبل ما تطلع البرودكشن الديفيلوبر هو اللي بيتخصم منه. ده الشائع يعني. كويس، طبعا الطبيعي ان الديفيلوبر بيعمل خطأ مره فيروح يصلح، رجع له مره ثانيه يروح يصلح، المره الثالثه يبقى انت اصلا بقى مش عاوز تصلح بقى، انت يعني من الاخر يعني حمالين يقول لك هنا في عندك ايرور، هنا عندك ايرور وانت مش عاوز تصلحه، يبقى فيها اكشن واضح وصريح يعني. طيب نرجع تاني دي مرجعنا، فاحنا عندنا طريقتين، سوفت وير انسبكشن وعندنا سوفت وير تيستنج. سوفت وير انسبكشن ده بيكونسيدر ستاتيك فاليديشن، يعني قبل ما ترن مش محتاج اصلا ارن الكود بتاعك. طيب احنا شفنا الانسبكشن على الليفل بتاع الكود، نفس الانسبكشن ده بيتعمل على الدايجرام. يعني ايه كده؟ يبص على الكلاس دايجرام بتاعك يقول لك اه بص الحته دي امبلمنتد غلط، الحته دي انت عامل كابلنج زياده عن اللزوم، عامل هنا كوهيجن زياده عن اللزوم، مش مستخدم ديزاين باترن الفلاني، فهيبقى عندك مشكله في المستقبل. ده كله بيتعمل ستاتيك، يعني يعملوا على الدايجرامز، يعملوا على الكود من غير ما يرن، عشان كده سموه انسبكشن. النوع الثاني بنسميه سوفت وير تيستنج، وده بيكونسيدر دايناميك فيريفيكيشن، بيسموه دايناميك فيريفيكيشن، وده جاي نتيجه ايه؟ انا عملت بقى ران للابلكيشن، فانت المفروض مستني ان انا ادخل يوزر نيم وباسورد، قمت انا مدخل اليوزر نيم، المفروض كنت ادخل مثلا ايمن، قمت مدخل ايمن ات 123.com، يبقى هنا بقيت اعمل ران، شوف بقى البيهيفير بتاع السيستم شكله عامل ازاي. فده بنسميه سوفت وير تيستنج. الانسبكشن زي ما انت شايف كده في الرسمه دي، هو بياخد كل مراحل السوفت وير برودكشن ويعمل عليها انسبكشن من اول الريكويرمنت سبيسيفيكيشن اندنج بالرننج بروجرام. ياخد بقى في النص السوفت وير اركتكشر، كل اليوم ال دايجرامز، الداتا بيز سكيما بتاعتك، وما ادراك يعني ما الداتا بيز سكيما. يمسك كده يقول لك بص عندك نال هنا، بص عندك هنا ريبيتيشن، بص عندك هنا كذا، عندك هنا مش عارف بلوب فايل، تك 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 من غير اصلا ما يرن السيستم، مجرد انه يعمل انسبكشن يقول لك الكلام ده دي اخطاء موجوده عندك ولازم تصلحها. طبعا يا جماعه الانسبكتورز الكوست بتاعهم بيبقى مكلف جدا، لازم حد يكون عنده اكسبيرينس كبيره قوي، اشتغل في بروجكت كبير قوي، فيقدر ان هو هايلايت الحاجات دي بسهوله. طيب السوفت وير انسبكتور involve بقى people examining the source code، مش محتاج to execute the system، بيبقى applied على كل ال representation بتاعت ال system من اول ال analysis design بال implementation، حتى ال test data كمان ممكن يقول لك test data اللي انت بتستخدمها دي غلط، كويس فيها مشكله. They have to be engineered and effective before discovering program errors. ليه بقى في advantage؟ لان انا مش محتاج ارن السيستم، وتقدر انها تهايلايت فين النقط اللي السيستم بتاعك هيقع فيها. يعني من البدايه كده هقول لك، والله زي كده فاكرين لو تفتكروا السؤال اللي كان جاي لك في الترم، اللي هو ايه؟ عندك 20 مليون ريكورد في تيبل، مش كده؟ زي بالظبط لو جيت قلت لك الداتا بيز بتاعت الامبلوي اللي احنا لسه فاتحينها دي، اللي هي فيها 350,000 ريكورد، هل ينفع للوهله الاولى كده تقوم جاي كاتب سيلكت اكسس فروم امبلوي؟ ده كويري هياخد وقت فظيع جدا. طب سيلكت اسيتس فروم كري وير نيم ايكوال احمد، يا سلام ده انت كرسان طيب، ده لايك دي بقى مع السلامه يعني. كويس، فبالتالي من مجرد النظر للديتا اقدر اقول لك اه خد بالك الحته دي هتفرقع الا لو عملت كذا، الا بقى لو عملت كذا. دي هو ده بيبقى دايما الحل اللي بيبقى بينك ما بين الكونسلتنت يعني وما بين الديفلوبر، اللي يقدر يقول له بقى تقدر تحط مثلا حاجه في الكيوب بتاع انسوب. الاثنين الانسبكشن والتستنج في الاخر هدفهم واحد، هما من العيله بتاعت الفيريفيكيشن والفاليديشن. لكن قال لك هنا معلومه فيري امبورتنت، انسبكشن كان نوت تشيك نون فانكشنال كاركترستيك such as performance feasibility. طيب ارجع بقى كده، اصلا يعني ايه نون فانكشنال ريكويرمنت؟ نون فانكشنال ريكويرمنت مينز ان حاجه ما اتقالتش في السيستم صراحه، but I have to consider it، لان لو ما عملتهاش كونسيدريشن السيستم بتاعي هيقع. وزي ما قلنا قبل كده النون فانكشنال ريكويرمنت، وركز اللي انا بقوله ده عشان هتحتاجه السنه الجايه، النون فانكشنال ريكويرمنت يا تؤدي لظهور فانكشنال ريكويرمنت جديده، يا تؤدي لظهور اركتكتشر تشينج، كويس، وتؤدي لظهور حاجه ثالثه ميجرمنت.
يعني مسطره اقول بيها النون فانكشنال ريكويرمنت حاجات ولا زي اقول لك مثلا ايه والله performance matters. يبقى انا كده دي النون فانكشنال ريكويرمنت بتاعتي. طيب هعمل ايه؟ يطلع فانكشنال ريكويرمنت جديده، يطلع architecture change. يقول لك والله بما ان البرفورمانس از ماتر، ففي الحاله دي انا محتاج ان انا بدل ما كنت شغال بوان سيرفر هشتغل ب 20 سيرفر. ده هاردوير تشينج مثلا. بدل ما كنت شغال ب داتابيس كونكشن كده في الشارع، لا لازم اشتغل بسنجل تون. بدل ما كنت شغال بسنجل تون، لا انا لازم اشتغل بسنجل تون بول. كويس؟ يبقى ده كده اركتكشر بس سوفت وير. تمام؟ طيب ده كلام لذيذ. مسطره بقى، هتقيس البرفورمانس ازاي؟ نمبر اوف ترانزاكشنز بير سكند، الريسبونس تايم بتاع الابلكيشن بتاعي، اللي مش عارف ايه ان سكندز، مش كده؟ فلما دايما تيجي تتسال هو النون فانكشن ريكويرمنت ايه الكاركترستكس بتاعتها ايه؟ هتؤدي لزور فانكشن ريكويرمنت جديده او اركتكتشر تشينج، ولازم اقيسه كده. خلاص؟ فهنا بيقول لك ان الانسبكشن ده ستاتيك، يعني قبل ما الابلكيشن اصلا ترن. فبالتالي عمر الانسبكشن ما هيجيب لك النون فانكشن ريكويرمنت، لان مفيش مسطره. دي بتبقى كلها حاجات كده، ابص في الكود الحته دي محتاجه تعديل، الحته دي محتاجه تعديل، الحته دي محتاجه تعديل، لكن مفيش رن للكود. طيب جينيريك موديل لاي سوفت وير بيعمل تيستنج. الناس اللي قاعده اونلاين انتوا معايا؟ حضرتك معاك. طيب ده شيء لطيف. خلينا بقى ايه واحنا لسه فاكرين كده ناخد الاتندنس لك هنا. ده جينيريك موديل كده، اي حد عاوز يعمل تيستنج في الكوكب لازم يمشي على الموديل ده. طيب لما هتيجي تفتح الديزاين دوكيمنت هتلاقي في اخره في حاجتين. الناس اللي قاعده اونلاين سامعاني؟ ايوه يا دكتور. طيب هتلاقي في اخر الديزاين دوكيمنت حاجتين، حاجه اسمها الريكويرمنت تراسيبيليتي ماتريكس والتست كيس او تيست ديزاين كيس. الريكويرمنت تراسيبيليتي ماتريكس دي عباره عن ماتريكس كده لطيفه، هدفها ان انت تقول كل حاجه كانت موجوده في الاس ار اس فيريفايد انها موجوده في الاس دي، يعني انت متاكد انها ليها مكان في الاس دي، ما سقطتش منك مثلا. كويس؟ ودي ماتريكس ما فيهاش يعني افتكاسه خزعبليه، انت بس بتقول ان الحاجه دي كانت في الاس ار اس، ظهرت عندي في الاس دي، فبالتالي انا مطمن ان فعلا كل الريكويرمنت ار فاليديت. عندنا بقى حاجه ثانيه فيري امبورتنت اسمها الديزاين تيست كيس. الديزاين تيست كيس دي اللي بتقول فيها الفانكشناليتي الفلانيه في الاس ار اس هعمل عليها ازاي، هعمل عليها ازاي فاليديشن، ازاي هتاكد فعلا انها شغاله صح. مثلا لو انا عندي مثلا حاجه زي اللوجن، اللوجن 4. كويس؟ فالمفروض لما ادخل ايمن at 123.com والباسورد 123 المفروض يقول لي لوجن سكسسفول، او يقول لي باد يوزر نيم والباسورد. فالسيناريو ده بيتكتب على هيئه حاجه اسمها ديزاين تيست كيس، اللي هي اول حاجه موجوده هنا. الديزاين تيست كيس دي بيكتبها الراجل الديزاينر. كويس؟ الديزاينر بيبقى كاتب التيست كيس، تتحول لحاجه اسمها تيست كيس، تبتدي تعمل بريبيرنج للتيست داتا، سواء بقى جايه من اكسل فايلز موجوده في الداتا بيس بتاعتك، موجوده في ورقه وقلم، وات ايفر. تعمل حاجه اسمها تيست داتا، ترن البروجرام بالتيست داتا، تطلع تيست ريزلت، تكمبير الريزلت دي بالاكسبكتد ريزلت. تقول والله المفروض مثلا لو انا عندي فانكشن اسمها كالكوليت جي بي، طبعا احنا ما بنتكلمش على الفانكشنز التافهه، يعني فانكشن لوج ان واد يوزر وبتاع، دي كلها فانكشن يعني ايه كلام دارج. ركز في المهم عشان لما هتيجي تفرجني الكلام ده في الاس دي دي مش هقعد اقول لك وريني اللوجن تيست كيس والاد يوزر تيست كيس، هقول لك تعالى بقى وريني سكادول تيست كيس اللي فيها مخ، وريني شو انفويس تيست كيس اشتغل ازاي. فهنا انت مثلا بتقول ايه؟ والله لو انا متبرع ببطانيه وكمبيوتر و500 جنيه، التوتال بتاعهم المفروض يطلع مثلا 650 جنيه، ده الاكسبكتد ريزلت، والمفروض يطلع شكل الفاتوره بالمنظر الفلاني. فده الديزاين كيس. تبتدي تبريبير الداتا، تملى الداتا بيز بتاعتك بالفيلدز اللي انت طالبها، تشغل تعمل اكسكيوت للكود بتاعك، فيطلع لك من الناحيه الثانيه تيست ريبورت. اه والله الفاتوره طلعت صح، لا الفاتوره طلعت غلط، لا الفاتوره كان المفروض يطلع فيها اربعه ايتمز طلع ثلاثه بس. يبقى then you have a problem you have to reinvestigate. الكلام ده بيحصل يا جماعه من دي زيرو، من بدايه اصلا انشاء المشروع في الديزاين فيز، بنحط الديزاين تيست كيسز من البدايه خالص.
هتست ازاي وتفاليديت ازاي كل فانكشناليتي في السيستم. طيب السؤال، كل فانكشن في السيستم لازم اروح اعمل لها تيست كيس؟ ايوه كوميرشالي كل فانكشن من اول اللوجن لغايه اللوج اوت بتروح تكتب لها التيست كيس بتاع التيست كيس سيناريو كله بتاعها، والا لو في فانكشن وقعت ما اتعملهاش تيست بقت مشكله وطلعت فور ديبلويمنت او فور برودكشن بقت كارثه. اللي هي الماتريكس الاول ريكوايرمنت تريسبيلتي ماتريكس دي عشان اطمن ان انا فعلا كل حاجه غطيتها، مش بس كل حاجه غطيتها، لا ده انا كل حاجه مغطيها ومتاكد ان ليها تيست كيس ديزاين تيست كيس. يعني هتستها ازاي؟ مثلا انت عندك فانكشن اسمها اكسبت دونيشن، دي فانكشن كانت موجوده في احدى الكلاسز وجوه كلاس مثلا دونيتور او كلاس مانجر. اكسبت دونيشن دي بتاخد ايه؟ دونيشن اوبجكت وبترجع بوليان ترو اور فولس. تمام؟ هعملها تيست ازاي؟ يعني هبعت لها اوبجكت مليان ايه فهي ترجع لي ترو او فولس. فبتقوم جاي كاتب في التست كيس تقول والله لو بعت لها اوبجكت في مثلا اوبجكت فيه 500 جنيه وكمبيوتر ومخدرات المفروض ترجع لي فولس. لو بعت لها مثلا رز ومش عارف ومكرونه و500 جنيه ترجع لي ترو. هتدخل الكلام ده على السيستم المفروض يطلع لك الريزلتس في الناحيه الثانيه، مره تدي له الهابي سيناريو ومره تدي له الباد سيناريو. خلاص؟ وطبعا انت هنا ده معناه المخدرات انا حاططها از ان اكزامبل، يعني احنا مثلا ممكن نكون مثلا نحط كوانتيتي نيجاتيف 1 فات دازنت ميك سنس فلازم ترجع لي فولس مش كده؟ وطبعا التست كيس دي بتقعد انت والكاستمر تبقوا لازم متفقين عليها. يعني هو انا يعني احنا هنتست لغايه فين؟ احنا بنتست ارقام نيجاتيف 1 ومش عارف ايه ولا بنتست كمان الكونتنت بقى نفسه شكله عامل ازاي؟ طيب الستيجز بتاعت التستنج ثلاثه ستيج، ستيج اثناء الديفلوبمنت، ستيج اثناء الريليز اللي هي مع كل مرحله انت بتطلع حته من البروجرام بتاعك، ومرحله اخيره بنسميها اليوزر تيستنج اللي هي لما الناس تبتدي تستخدم بقى السيستم بتاعك فعلا في الريال انفايرمنت. ايه الحاجات اللي ممكن تبقى شغاله معاك؟ احيانا بيبقى الاثنين اللي فوق دول شغالين زي الفل، تيجي بقى تديبلوي الدنيا كلها تفرقع كويس، تلاقي فعلا السيستم بتاعك مليان مشاكل كويس. عندنا اكزامبلز مشهورة قوي في الحته بتاعت التستنج دي، يعني بس احنا واحده واحده كده ايه هنفهم كل واحده بتشتغل ازاي. تعالى نمسك الاول الديفلوبمنت تيست. الديفلوبمنت تيستنج زي ما اتعلمنا واحنا صغيرين ثلاث حاجات، يونت كومبوننت وسيستم. طيب يعني ايه التستنج؟ ده معناها ان الانديفيديوال بروجرام يونت اور اوبجكت كلاسز ار تيستد. يونت تيستنج شود فوكس اون تيستنج ذا فانكشناليتي اوبجكت اند بير كلاس. بمعنى لو انا جيت هنا فتحت اي كلاس زي مثلا الكلاس اللي انت شايفه قدامك ده كلاس اسمه كلاس اكتيفيتي. طبعا هنا ما بنتكلمش انسبكشن، احنا هنا بقى ايه ديفلوبمنت تيستنج ودخلنا جوه اليونت تيستنج. فعندي كلاس في ديفلوبر معين، الديفلوبر المعين ده كتب الكلاس اللي اسمه اكتيفيتيز. بعد ما بيخلص كتابه الكلاس، طب تعالى الان نشوف الكلاس عباره عن ايه. شويه اتريبيوتس فانكشن زي سيلكت اول اكتيفيتيز ان داتا بيس، اهي فانكشن ستاتيك اسمها سيلكت اول اكتيفيتيز ان داتا بيس، فانكشن ثانيه اسمها جيت اكتيفيتي نيم تبعت لها الاي دي بتاع الاكتيفيتي ترجع لك اسم الاكتيفيتي، فانكشنز عاديه خالص. وكونستراكتور جيت اول بيرنت اكتيفيتيز ادي كمان فانكشن برضه نوعها ستاتيك. وبعدين في الاخر خالص كونستراكتور، والكونستراكتور ده بيعمل وكده. فكره بقى اليونت تيستنج هي ايه؟ انا خلاص كده كتبت الكلاس بتاعي، قام جاي بعد ما الكلاس كتبته ابتدي اعمل تيستنج على كل فانكشن جواه. ازاي بقى بنعمل ده؟ اقوم جاي كاتب كده دولار ساين اوبجكت ايكوال نيو اكتيفيتي كلاس، وبعدين ابتدي انادي على
كل اوبجكت دوت مثلا، هنا اقول مثلا كلاس 5. طيب ليه انا هنا كنت كاتب كده، قلت اوبجكت ايكوال نيو اكتيفيتي كلاس 5 او الاي دي رقم 5؟ عشان في الديزاين تيست كيس كان مكتوب لي عاوز تيست الكلاس الفلاني انه شغال صح او الفانكشن الفلانيه انها شغاله صح، ابعت لها رقم 5. فالاوتبوت المفروض لما تيجي تعمل ايكو للاوبجكت دوت فول نيم او اكتيفيتي نيم، اوبجكت اكتيفيتي نيم كويس، لما تنادي على الفانكشن دي المفروض الاوتبوت يكون احمد محمد. فهتلاقي ده مكتوب في الورق اللي جاي لك في بدايه المشروع في الديزاين تيست كيس، هتلاقي مكتوب كده اعمل اوبجكت الاي دي بتاعه 5، لما تيجي تنادي على الاكتيفيتي نيم هتطلع لك راننج ان ذا كلاس مثلا ماس كلاس. حلو، فساعتها تطمن تقول اه فعلا والله فعلا اه الفانكشن اسمها جيت اكتيفيتي فيها شغاله مظبوط. طب احنا كان عندنا كام فانكشن فوق؟ 4. هتلاقي وراهم هنا 4 ستيتمنتس كويس، كل ستيتمنت منهم بتست كل فانكشن انها شغاله مظبوط 100%. طيب الموضوع بتاع اليونت تيستنج ده الحقيقه جحيم. ليه؟ لانك كل مره هتفتح الكود ده عشان تغير سطر كلمه لازم ترن الاربعه فانكشنز دول اللي هم كانوا بيعملوا يونت تيستنج، وتتاكد بعينك ان الريزلتس ما اتغيرتش، نتيجه التعديل اللي انت عملته ده ما غيرلكش الريزلت. خدوا بالكم احنا هنا الفانكشنز اللي هنا تحت، لكن مثلا هات لي بقى فانكشن زي كالكوليت جي بي، يا نهار اسود دي بتبقى فانكشن بقى ايه طويله عريضه كده، فلو عدلت في الكلاس ده لازم تتاكد ان الرقم اللي طلع في الاخر مظبوط. في البانكينج سيستم لما بيبقى عندنا كلاس والكلاس ده تعمل فيه تعديل فتفوته، لازم تيست كل فانكشن وتتاكد ان الفانكشن شغاله صح. الكلام ده كان فاليد في القدماء الاوائل يعني بتوع البروجرامنج في بدايه الالفينات، كانت هي دي الطريقه الوحيده اللي نقدر نعمل بيها يونت تيست. كانت مرهقه مرهقه ومكلفه، لان كان الديفيلوبر او التستر غصب عنه بعد ما بيخلص كتابه الكود يبعت الكلام ده للتستر، التستر لازم يبقى فاهم شويه كود عشان يكتب السطرين اللي انا كتبتهم دول ويتاكد ان الاوتبوت سليم. حلو؟ لغايه لما بقت الشركات فاهمه ان الموضوع اصلا تريفيال، يعني ما هو انت بتكتب تيست كيس وبعدين بتتاكد ان الاوتبوت طلع زي التيست كيس اللي انت كتبته، فالموضوع يعني مش اختراع يعني. والسطرين اللي مكتوبين هنا دول مش لازم كل شويه كومنتهم ورجعهم كومنتهم ورجعهم على ايه يعني. فابتدوا يعملوا لنا حاجه اسمها يونت تيستنج فريم وركس. اليونت تيستنج فريم وركس في الجافا عندنا حاجه اسمها جي يونت تيست، ده واحد من اقوى الفريم وركس. سي شارب عندها برضو يونت تيست فريم ورك، والبي اتش بي عندهم حاجه اسمها بي اتش بي يونت فريم ورك جاست فور تيست، جاست فور يونت تيست. فكرته ايه؟ فكرته ان انت تاوتوميت اللي بيحصل ده وتطلع في الاخر ريبورت، يعني كل الكلاسز بتاعتك تكتب التيست كيسز بتاعتها، تدوس على زرار بدل بقى ما كنت تجيب 10 ديفيلوبرز يقعدوا يمسحوا الكود ويكتبوه ويتستكوا فانكشن فانكشن، تدوس على زرار اسمه بلاي يرن كل التيست كيسز على كل الكلاسز ويطلع لك في الاخر ريبورت يقول لك والله خد بالك الفانكشن دي اشتغلت صح الفانكشن دي اشتغلت غلط. فانت بقى كتيستر تبتدي تروح على طول بقى الفانكشن اشتغلت غلط دي اشتغلت غلط ليه، ترجع ريبورت في الاخر للديفلوبر. فاصبح الموضوع بقى اوتوميتد، بدل ما كنا بنعمل الكلام ده بالهارد واي اللي انت شايفه قدامك ده، اصبح الموضوع مجرد كليك بلاي مع السلامه، بيرن بقى يرن كل الفاتش بتاع اليونت تيستنج بتاع كل الكلاسز اللي انت كتبته مره واحده في حياتك، وبعد كده يطلع لك ريبورت مين اشتغل صح مين اشتغل غلط. حلو؟ سكريبت هو اقرب للسكريبت من البروجرام يعني كويس؟ بس انت فريم ورك يعني، دي برضه شويه قواعد زي ما هنشوف كمان شويه يعني. طيب ده فكره اليونت تيستنج ان انت بتست على مستوى كلاس، فكره الكومبوننت تيستنج ان انت عندك مجموعه كلاس، مجموعه الكلاسز دي بتانتر اكت مع بعض عشان بيعملوا فانكشناليتي مع بعض، فلما تركب الكلاسز دي مع بعضها بقى اسمهم كومبوننت تيستنج. تحط كومبوننت جنب كومبوننت جنب كومبوننت جنب كومبوننت عشان تطلع سيستم كبير، ده بقى اسمه سيستم تيستنج. كويس؟ ونفس برضه المنهجيه في التيست، يعني انت في الاخر عندك تيست كيس سيناريو تدخل حاجه تطلع حاجه من الناحيه الثانيه، بس بدل ما كنت بترن او بتست وان فانكشن بقيت بتست جروب اوف فانكشن.
هيبتدي يقول لك بقى الاول هنا يونت تيستنج از ذا بروسيس اوف تيستنج individual components defect testing process unit may be the function the object the classes the attributes تتاكد ان الجيتر والستر ميثود لان احنا زي ما اتفقنا بقى احنا قلنا قبل كده من زمان انك لما بتيجي تكتب اي كود جيت وست ده بسم الله الرحمن الرحيم فلازم تيجي في التستنج تتاكد ان كل جيت وست محطوط جواها فاليديشن كويس فبتيجي هنا في التست كيس تقوم جاي كاتب ايه طيب جيت مثلا او سيت تمبريتشر بنيجاتيف 100 سيت تمبريتشر بكذا فالمفروض السيستم يطلع لي الايرور الفلاني وترن الكلام ده من اوله لاخره طلع لي ريبورت ها عديت من التست كيس ولا ما عدتش منها؟ ما عدتش منها طلع ايرور ريبورت طلع بقى لوج فايل كده ان في نحاسب بيه الديفلوب طيب الكومبليت تيست كفرج اوف كلاسز انفولد تيستنج كل اوبريشن سيتر والجيتر ميثود with exercise the object in all possible states ودي معناها تبتدي تبص على الاوبجكت بتاعتك في كل الاحوال بتاعته زي ما هنشوف دلوقتي. Sometimes هنا بينبهك لما بيبقى عندك inheritance hierarchy يعني انت وارث من كلاس وارث من كلاس وارث من كلاس وارث من كلاس ف error ظهر معاك عشان بقى تتراك الايرور ده جاي من انهي كلاس في الشجره بتاعت البيرنتس بعض الاحيان ده بيبقى مكلف يعني هتدفع فيه دم كتير يعني. هنا بدي لك الاكزامبل بتاع الويزر ستيت ماشين ويقول لك هنا اهو الستيتس اللي ممكن تبقى الويزر اوبجكت بتاعك ده ممكن يبقى في حاله الشت داون ممكن يبقى في الرننج يرجع تاني شت داون كونفجريشن رننج تيستنج مش عارف رننج كولكتنج رننج فبيتحرك من ستيت لستيت فانت لازم تتشيك ان هو كل في كل ستيت بيأدي بكفاءه حسب الماب اللي انت حاططها له. وهنا يقول لك اوتوماتيك تيستنج بقى هو كان البديل يعني زمان كانوا بيعملوا الكلام ده بايديهم يقعد يفتح الكود كده زي ما انا فتحته يقعد يكتب التست كيسز كلها بعد ما الديفلوبر يخلص الديفلوبمنت بتاعت اليونت بتاعته يبعتها لي انا كتستر اقعد اكتب اعمل اوبجكت انستنشيت اوبجكت واجرب كل الستترز واجرب كل الجيترز واجرب مش عارف ايه وبعد كده اطلع في الاخر كود الموضوع فعلا مربوط كويس لغايه لما بقى عندنا التولز اللي بتعمل اوتوميتد تيست. طيب التولز اللي بتعمل اوتوميتد تيستنج كلهم بلا استثناء هم عباره عن ثلاثه فانكشنز صراحه يعني فانكشن بتعمل فيها سيت اب سيت اب بارت او انيشاليزيشن بارت وبيختلف المسمى من فريم ورك لفريم ورك اخر يعني في بعض الفريم ورك بيسموها انيشاليز في بعض الفريم ورك بيسموها لك سيت اب وفي الجزئيه دي بتكتب السطر اللي بينيشاليز الاوبجكت يعني بتقول والله مش احنا كتبنا كده الدولار ساين اوبجكت ايكوال نيو اكتيفيتي بلس هو ده اللي انت بتكتبه جواه وبعدين كول بارت والكول بارت ده هو اللي فيه الديزاين تيست كيس سيناريو يعني ايه؟ والله المفروض اكل الفانكشن اللي اسمها جيت باي اي دي 5 جيت باي اي دي 6 بعدين انادي على مثلا كالكوليت جي بي اي بعدين انادي على جيت بلس تك 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 بكتب السيناريو بتاعي كويس او بكتب التيست كيس بتاعتي بالانبوت بتاعي واهم حته الاسيرشن بارت او بنسميها الاوتبوت بارت الاسيرشن بارت دي الحته اللي بيحصل فيها كومبيرنج للريزلت انت بتقول له في الجزء بتاع السيت اب دي الاوبجكت بتاعي اهو والاوتبوت المفروض يطلع بالشكل الفلاني 2 5 3 و14 ايرور مسج اكس كذا 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 الاوتبوت المفروض يطلع بالترتيب ده فالاسيرشن يبتدي يرن الكود ويبتدي يقارن يقول لك بقى خد بالك الفانكشن الفلانيه دي ضربت الفانكشن دي باس 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 ضربت باس باس ضربت باس 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 ضربت ممكن يطلع لك ريبورت بكل الفانكشنز اللي كان فيها مشاكل الاكسبكتد اوتبوت ما كانش زي الاكسبكتد اوتبوت اللي انت حاطه هنا قصدي الاكشوال اوتبوت مش زي الاكسبكتد فيقول لك لو سمحت انفستجيت بقى شوف المشكله موجوده فين بيطلع لك الكلام ده على هيئه ريبورت تقدر بقى تروح لعمه الديفيلوبر تقوم جاي ايه قطعه له في وشه بص الفانكشنز بتاعتك هنا بتضرب ويبتدي من هنا يبقى في عندنا بقى ايه انفستيجيشن مين بقى اللي غلطان يعني طيب التست كيس دي بتؤدي في النهايه ان احنا يبقى عندنا تو سيناريوز دايما واحنا بنعمل اليونت تيستنج السيناريو الاولاني بنسميه الهابي سيناريو او النورمال اوبريشن وده اللي غالبا حضراتكم عايشين فيه من ساعه ما ابتديت معاكم الكورس ده انت دايما بتعمل الهابي سيناريو اللي هو ايه؟ please enter quantity to donate فانت دايما بتحط 500
لغايه ما يجي لك حد غتيت كده يقول لك ايه، طب نيجاتيف 500 شوف بقى هتمشي بقى، ولا هتطلع ايرور ولا مش هتطلع، ما تطلعش ايرور. لا انت دايما ماشي في الهابي سيناريو، ما في باد سيناريو. فانا بقول لك في عندنا نورمال سيناريو، ده الطبيعي والديفولت بتاع اي حد عاقل هيشغل البروجرام. بس في سيناريو تاني اللي هو بنسميه الباد سيناريو، كويس، وده بقى اللي غالبا بيتحط فيه انبوت. الانبوت ده يؤدي لان فعلا الفورمه بتاعتك تقع او الابلكيشن بتاعتك تقع، كويس. واحد هيسالني هو دكتور يعني موضوع التستنج ده شكله انترستنج قوي بالنسبه لي، مين شايف ان موضوع التستنج ده انترستنج بالنسبه لي؟ قال لك بقى في مصر هنا في حاجه لطيفه جدا. خلينا بس نستوب نعمل بوز للريكوردنج عشان الحته دي ممكن يبقى فيها يعني كلام مش لطيف شويه. فاهم يا دكتور، فهمت حضرتك. فبالتالي احنا عندنا زي ما قلت لك عندك الهابي سيناريو ودايما عندك الباد سيناريو، وانت لازم تعمل حسابك على الاثنين. وانا بيقول لك يعني جود براكتس او جود تيستنج استراتيجي ان انت تبتدي بارتيشن حتت حتت في الابلكيشن بتاعتك، وتبتدي تتست كل بارت على حته وانت بتعمل يونت تيستنج، وتبتدي تشوف الاوتبوت بتاعتك شكلها عامل ازاي. طيب هنا بقى يبتدي الكلام يختلف بقى شويه، يبتدي يقول لك بقى هنا ايه؟ طب تعالى بقى نشوف التستنج جايد لاينز. هنا سامر فيلي لما جه يكتب الكتاب اللطيف ده قال لك ايه؟ اي حد عاوز يشتغل في التستنج عنده شويه جايد لاينز. هنتفرج الاول عليها من الناحيه الاكاديمي، يعني انت هنا هتبص عليها من الناحيه الاكاديميه كده تشوف الدنيا شكلها عامل ازاي؟ والاسبوع الجاي هوريها لك بقى كوميرشال على ارض الواقع التستنج شكله عامل ازاي فعلا في الحقيقه. فهنا مثلا بيقول لك ايه؟ تيست سيكونس. سيكونس هنا المقصود بيها ايه؟ اري ليست فيكتور، اري ليست، اي حاجه فيها شويه اليمنت ورا بعضها، كويس. فقال لك هنا جنرال جايد لاين تيست سوفت وير وذ سيكونس عندها سنجل فاليو، يعني عندك اري فيها اليمنت، عندك ليست فيها اليمنت، وشوف البرفورمانس شكله عامل ازاي. يوز سيكونس اوف ديفرنت سايز ان ديفرنت تيست. جرب كده تملى الاري بتاعتك الى ما لا نهايه، اعمل وايل ثرو واقعد املى اوبجكت دب 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 املى اوبجكت وشوف الدنيا هيحصل فيها ايه. درايف تيست تو ذا فيرست ميدل اند لاست اليمنت شود بي تيست. الحقيقه اي حد بيعمل تيست على اي اري في الدنيا هيكونسيدر دايما هيبقى عينه على ثلاث حاجات، اليمنت في الاول، اليمنت في الاخر، اليمنت في النص. لو ده مظبوط موست بروبلي الباقي كله هيبقى مظبوط. تيست وذ سيكونس اوف زيرو لينث. جرب يبقى معاك اري ما فيهاش ولا اليمنت واعمل عليها تيست، شوف بقى ها هيطلع ايرور يور اري از امتي، اري مش عارف فاضيه. وكذلك عندنا برضو حاجه ثانيه بنعملها هنا في السيكونس اللي هي تدي له اندكس اوت اوف رينج، يعني انا عندي اري فيها 10 اماكن ادي له المكان 15 مكان 11 وشوف في ايرور هيرجع ولا لا. وبعدين ابتدى بقى يحط هنا شويه general testing guidelines, they are very important. Choose input that force the system to generate all errors. ولذلك الف ب testing هو ايه؟ هات يا عم الفورمه بتاعتك، انت عامل registration form. اول حاجه هتعملها لو انت تستر بتعمل ايه؟ ما تملاش اي حاجه، تدوس على submit. submit لما هتدوس عليها ايه اللي هيحصل؟ كل الايرورز والفاليديشنز المفروض تظهر قدامك، ما ظهرتش يبقى في عندك problem. كويس؟ عشان هي بيقول لك هنا ايه؟ تشوز الانبوت اللي يخليك تجنريت كل الايرور مسج، وده اول حاجه بتتعمل في الاي بي سي. برضه عاوز اقول لك على حاجه برضه كده تبقى حاططها في دماغك، زي ما في اوتوميتد تيستنج على اليونت تيستنج، في كمان اوتوميتد تيستنج على الجوي على الكاستم اللي هي كليك واملى الفورمه الفلانيه بالفاليو الفلانيه، هي كمان ليها اوتوميتد تولز. وفي تول مشهوره قوي اسمها سيلينيوم، تسمعوا عنها. سيلينيوم دي هي تول بتريكورد الماوس موفمنت وبتريكورد الكيبورد وتكتب بيها تيست كيس كان في يوزر فعلا قاعد وبيملى الكلام ده، وبيدوس هنا سبميت وبيدوس هنا ريسيت وبيكليك فورجيت باسورد وبيكليك اد يوزر وتبتدي هي تطلع له ريبورت فيه كل الايرورز وكل الحاجات دي. يعني قصدي الموضوع فيه اوتوميشن برضه، مش كل الدنيا مانيوال. ديزاين انبوت ذات كوز ذا انبوت بافرز تو اوفر فلو. لو عندك حاجه فيها انبوت روح للماكسيمم كاباسيتي بتاعتها، املاها لغايه اخرها عشان تعرف امتى هيحصل الاوفر فلو. Repeat the same input several times, force invalid output to be generated.
مستني كوانتيتي حط نيجاتيف، حط رقم بره الباوندري بتاعت الانتجر. خد بالك انا هعمل معاك الاكسرسايز ده في مناقشه فيس 2، يعني في مناقشه فيس 2 كده هتوريني فورمه اسمها اد دونيشن. هقوم انا جاي مستعبط ومدخل نيجاتيف، هتقوم انت عامل فاليديشن، هقوم جاي عامل العكس، هقوم جاي مدي لك رقم كبير قوي بره الرينج بتاع الانتجر. فايه اللي يحصل ساعتها؟ فعلا جربتها قبل كده؟ يعني جرب كده النهارده لما تروح كده. لا لا، جرب النهارده لما تروح تعمل فيلد في الداتا بيز نوعه انتجر، ولما تيجي تملاه حط 9 9 9 9 20 مره، وشوف الانبوت ده هيخش الداتا بيز ولا لا. بس احب اقولها لك من دلوقتي، هيخش الداتا بيز، بس هيخش مش كامل بفاليو. ايه بقى اللي هيجيبها؟ هيبقى واد صايع بصراحه، يعني يبقى فاهم كويس. هجيب الماكسيموم نمبر بتاع ال انا في واحد هنا قاعد هنا قال حاجه كده جت معاه كده، بس يعني شغال جت نيجاتيف فعلا، الرقم هيتحول لنيجاتيف ليه؟ او بوزيتيف على فكره، بس هو اغلب الظن هيروح نيجاتيف. نو روح دور عليه بقى، ليه الرقم ده؟ بس يعني روح دور عليها كده، اقعد اسال نفسك ليه لما دخل رقم. حتى اعمل بروجرام صغنطط كده ام اكس، وبعدين اعمل سي ام سي ان اكس، ودخل بقى في الكونسول دخل 5 9، وبعدين اعمل سيستم دوت اوت اكس، او يعني سي اوت اكس، شوف الاكس هيطلع معاك ايه. بيتها تافه جدا، بس لازم انت بقى ايه تقعد في دماغك علشان اللاست بيت، اللاست بيت في اي باينري نمبر دايما 1 مينز نيجاتيف. فلما بتوصل للماكسيمم رينج اخر بيت دي تتحول ل 1، بتقلب الرقم لنيجاتيف. anyway force the computation result to be larger or too small، دي كلها جنرال جايد لاينز. طيب بعد كده ابتدى يروح بينا ليه، انت كده بقيت فاهم يعني ايه يونت تيستنج، بقى تمسك الفانكشن فانكشن تعمل فيها الكلام ده. طيب تعالى نبص بقى على الكومبوننت تيستنج. كومبوننت تيستنج معناها ان انا عندي تو كلاسز وبينهم مسج. ترجمه المسج دي يعني ايه يا اولاد؟ فانكشن بتاخد بارامتر اوبجكت تاني، صح؟ انا عندي مثلا امبلوي واتش ار ومش عارف ايه، فدول كلهم كده شويه كلاسز، فواحد بيستعمل التاني. فانت عاوز تتاكد ان الكومبوننت دي ليفنج ان هارموني، ما حصلش بينهم مشاكل. طيب الحته دي هتبان عندك بقى فين؟ تعال نبص كده. احنا قلنا عندنا قوالب جاهزه في الداتا بيز، فبالتالي عندنا قوالب جاهزه في الكلاس. زي عندك يوزر، يوزر تايب، لينك، الثلاثه دول بيكونوا بعض، هما كومبوننت. كومبوننت اسمه يوزر كومبوننت، اللي بقى فيها يوزر فورجيت باسورد، وفيها يوزر جيت بيجز، وجيت يوزر تايب، اند سو اون. فانت بتاكسس دايما بتاكسس الكلاسز الاخرى عن طريق انترفيس. انا بيقول لك التست كيس بتاعتك بتتحول الى انترفيس كولينج. الانترفيس هنا المقصود بيها فانكشن يعني. فيبتدي يقول لك هنا غالبا الانترفيس تيستنج ده هيبقى فيه بارامتر انترفيس، يعني انا بعمل داتا باسنج من وان ميثود لاخرى عن طريق البارامتر. شيرد ميموري انترفيس، احنا الاثنين عندنا حته في الميموري بنقرا ونكتب عليها. بروسيدر انترفيس، ان انا عندي سب سيستم بينكابسوليت مجموعه من الفانكشن كولز تحتيه، او مسج باسنج انترفيس سب سيستم بريكوست سيرفيس من انذر سب سيستم. كويس، ده انواع الانترفيس تيستنج، هم دايما الاربعه دول، ما عندناش اشكال ثانيه ليهم. فهنا بقى ابتدى يقول لك ايه. طيب اول حاجه تاخد بالك منها هي انترفيس ميس يوز. طيب يعني ايه انترفيس ميس يوز؟ كولينج كومبوننتس كول انذر كومبوننت اند ميك ان ايرور ان اتس يوز اوف اتس انترفيس. اكزامبل بارامترز ان رونج اوردر. ده معناها ايه؟ انت راجل بتنادي على فانكشن من كلاس تاني، فالكلاس التاني ده مستني انتجر وفلوت، قمت انت عامل ايه؟ بعت فلوت وبعدين انت، فانت كده عملت ايه؟ ميس يوزنج، كده استخدمت
another class بطريقه غلط. استخدمت، معنى ايه كلمه استخدمت؟ يعني ناديت على فانكشن من الكلاس الثاني بطريقه غلط، بعت لها البارامتر بطريقه غلط. فده بنسميه انترفيس ميس يوز. عندنا بقى حاجه ثانيه اسمها انترفيس ميس اندرستاندنج، ان انت اصلا ما تبقاش فاهم الانترفيس اللي انت بتناديه ده او الحاجه اللي انت بتناديها دي هو عباره عن ايه؟ ايه يعني بيتكلموا ازاي؟ طبعا اشهر اكزامبل على الانترفيس ميس اندرستاندنج هو البيمنت جيت واي. يعني انت دلوقتي عاوز مثلا تعمل بيمنت موديول جوه السيستم بتاعك، البيمنت موديول از كومبوننت. حلو؟ فانت عاوز تنادي على فانكشن او اي بي اي باللغه يعني الداركه، تبعت لها بارامترز، فانت مش فاهم اصلا البارامترز. طيب ناخد اكزامبل قريب شويه او يعني يقرب لك الدنيا يعني. مش انت بتاخده السمستر ده، بتاخده الكورس بتاع الماشين ليرننج اي اي. فانت في الاي اي ظهرت لنا فانكشن اسمها كي ان ان، او انت كديفيلوبر قعدت تعمل فانكشن اسمها كي نيرست نيبر. فقلت الفانكشن دي بتاخد كي. وات از كي؟ محدش يعرف. ده اسمه ميس اندرستاند، انا مش فاهم اصلا يعني كي. فمره هجرب اكتب 5، مره اكتب 10، مره اكتب 20. الاكزامبل ده الاكسرسايز ده متكرر دائما في الكومبوننت تيست، ان انا اروح استعمل كومبوننت وانا مش فاهم الانترفيس بارامترز هم عباره عن ايه. كويس؟ فبقعد اجرب اضبش بقى، طب نبعت كده، طب نبعت كده، طب نجرب كذا، طب نعمل كذا اند سو اون. تعالى اوريك اكزامبل كود يوضح لك الحته دي. هوريك الكود بتاع سيندنج اس ام اس. لو انا ببعت اس ام اس عن طريق كومبوننت، عن طريق جيت واي او كومبوننت يعني، خلاص هوريك بقى فكره يعني ايه يبقى عندك ميس اندرستاندينج او ميس يوز. طبعا احنا ممكن نابلاي الكلام ده على على الايميل او على الاس ام اس. كويس؟ فتعالى مثلا ناخد الاكزامبل بتاع مش عارف اوبجكت ديتكشن وبتاع. السنه دي لغوا التو فانكشنز دول، فبقى في عندنا سيستم كتير بتكراش نتيجه ان الفانكشن دي اتلغت من اللايبرري، فبالتالي لازم يكون في حل بقى بديل اسون، نقولها بنسميها تايمنج ايرورز. طيب فهنا ابتدى بقى يقول لك ايه؟ طيب عندنا بقى احنا فهمنا كده اهو خلاص موضوع الانترفيس ده عباره عن ايه؟ عندنا جايد لاينز اقدر اتست بيها اي انترفيس في الدنيا. نمبر 1 ديزاين تيست تو ذا بارامترز تو ذا كولد بروسيدر ار تو ذا اكستريم اند اوف ذا رينج. يعني مثلا لو انت بتنادي على الفانكشن اسمها سند ايميل ففيها تو وفروم، المفروض ان انت بتبعت لها سترنجات، جرب تديها سترنج ضخم. كويس؟ شوف ايه اللي هيحصل، تشتغل مش تشتغل. اولويز تيست بوينتر بارامتر ويز نال بوينتر. اكيد سعادتك كده معاليك، اكيد وانت بتذاكر السي بلس بلس كام مره خبطت في نال بوينتر اكسبشن؟ كتير جدا. ممكن يبقى عندك فانكشن مستنيه بوينتر تبعت لها انت نال، تقوم جايه عامله كراش او المفروض تعمل كراش. فهنا بيقول لك من بدايتها كده ابعت لها انت نال وشوف هي هتعمل ايه، الفانكشن هتراكت ازاي. ديزاين تيست ويتش كوز كومبوننت تو فيل. حاول تعمل تيست كيس توقع كومبوننت، يعني ما تخليهوش يبعت ايميل. على فكره باي ذا واي يعني سند ميل، الفانكشن اللي انت شفتها سند ميل دي دي واحده من الفانكشنز المشهوره قوي في البي اتش بي، اللي انت هتلاقي لها دايما شكلين. شكل بتستخدم فيه الريدي ميد امبلمنتيشن بتاع سند ميل اللي موجود في البي اتش بي، اللي هو انت ما بتكتبش اي حاجه غير ان انت بتكتب ميل تو وفروم ومش عارف ايه، وده ما بيشتغلش على معظم السيرفرز الا يعني بعض السيرفرز المعينه. شكل تاني بي اتش بي ميلر كومبوننت ويتش از فيري كومبليكيتد كومبوننت، تعمل بقى في حاجه اسمها ريلي وكونكت وتجرب تكونكت على انهي ماشين اند سو. وعشان تبقى فاهم يعني اهميه اللي احنا بنقوله ده، كل البي اتش بي او كل الميل سيرفر التجاريه المتعارف عليها ما بتقدرش تبعت اكتر من 500 ايميل بير داي. فالناس اللي بتعمل ميلينج كامبين اللي هو بيبعت لمليون يوزر، مش 500، المليون في الحاله دي ما بيقدروش يستعملوا وان سيرفر، لازم يكون عندهم بدائل. كويس؟ ان هو يسويتش ما بين 10 اكونتس ويقعد يلوف عليهم، يعني افكار كتير بقى. يوز ستريس تيستنج ان مسج باسنج، وذيس از فيري امبورتنت. وات از ستريس تيستنج؟
ستريس تيستنج معناها ان انت فاكرين لما كنا بنفتح الكونكشن 1000 مره و20000 مره، لما كنا بنيجي نفتح كونكشن على الداتابيز ده بنسميه ستريس تيست، بس بقى فعليا في ارض الواقع انت بتعمل ستريس ده بتول. الجماعه بتوع مايكروسوفت عندهم تول كده مخصوص اسمها مايكروسوفت ستريس تيست، تمسك السيرفر بتاعك الابلكيشن بتاعتك تفلود ريكوستات عليها وتشوف هتقع بعد ايه. انت هتقع يعني يقينا هتقع، بس تبتدي تميجر هتقع بعد قد ايه. خلاص لو انت عندك شيرد ميموري ستاتيك اوبجكت يعني من الاخر كده، ما هو شيرد ميموري دي ترجمتها في الكود ايه؟ يبقى عندي ستاتيك ميمبر. ما هو ستاتيك ده هو كلمه شيرد ميموري معناها ستاتيك ميمبر. اتاكد ان انت الكومبوننتس بتاعتك بتعرف تاكسس الشيرد ميموري دي بطريقه سليمه. طيب كلمه شيرد ميموري الكي ووردز اللي دايما بتيجي مع الحته دي هي كلمه لوك وسينكرونايز وميوتك. معرفش انتوا في الكورس بتاع الاوبريتنج سيستم هتبقى سمعت المصطلحات دي، لوك او ان انا اعمل مش عارف ميوتك او اعمل سيمافور. كويس، شويه المصطلحات دي هم يخصوا الجزئيه دي. لو عندك ستاتيك ميمبر فانت لازم تعمل سينكرونايزيشن او تعمل لوكينج عليه علشان ما يحصلش كونفليكت. تمام. طيب احنا هنستوب لغايه الجزء بتاع السيستم تيستنج، لان انا حاسس خلاص كده يعني انتوا بقيتوا بتخلفونا في الفضاء. فبالتالي اعمل حسابك الاسبوع الجاي هيبقى عندنا كويز، الاسبوع اللي وراه هيبقى عندنا مناقشه المشروع. اكيد انت متخيل انا هسالك في ايه في المشروع؟ هسالك في ايه؟ يعني بديهيا كده هسالك في ايه؟ انهي ديزاين باترن؟ لا 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 ارجع بقى من الاول. ام بي سي سنجل تون بيقول لك كده ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اوبزرفر ديكوريتيف استراتيجي زي ما هم، هتاخدهم زي ما هم استراتيجي اوبزرفر وديكوريتيف لازم يبقوا ابلايد في السيستم بتاعك. في حاجه برضو لازم اقولها لكم عشان انا قلتها في الجروب بتاع الصبح، لازم اقولها في الجروب بتاع بالليل. انا يهمني ان انت تطبق الحاجه اللي انت اتعلمتها هنا في البروجكت بتاعك، لكن ما يهمنيش ان انت تطبقها في كل حته في البروجكت. يعني مثلا انت خدت ان السيت والجيت لازم يحصل فيهم فاليديشن، لو عملتها مره از انف بالنسبه لي انا كده فهمت الكونسبت. انت فاهم يعني ايه جيت وسيت لازم احط فيها ايه ستيتمنت مره واحده، بس يا عيني انت ما عندكش وقت فما عرفتش تطبقها في بقيه الكلاس، لكن طبقتها مره واحده ذيس از انف فور مي. فانت لازم يعني انا الغرض ده اقول لك ايه، انت اتعلمت ان لازم استخدم استراتيجي ديزاين باترن، انت حاولت توظفه في السيستم بتاعك. كويس، مش بالضروره هيبقى متوظف 100% بس انت بتعرف توظفه، بتعرف تشغله. This is very important for me لان ده اللي انت هتاخد عليه الدرجات، مش لازم بقى تكرره. فانت يعني من الاخر كده لما تلاقي نفسك ان انت بتكرر حاجه معينه اعرف انها لا مش هي دي المطلوبه، ما عدا الام بي سي. يعني الام بي سي اللي مش هسامحك فيه، لكن بقيه الحاجات لا ممكن بقى نتكلم فيها. ممكن ما دام عملتها مره واحده خلاص تعرف تعملها بعد كده، زي مثلا الانتيتي اتريبيوت فاليو موديل، لو عملته مره واحده هتعرف تعمله 20 مره. كويس، بس المهم تعمله اول مره، مش لازم بقى تطبقه 500 مره. ما خلاص انا فهمت ان انت هتعرف تطبقه 500 مره، بس على الاقل طبقه مره واحده. طيب يبقى احنا عندنا عيله الديزاين باترنز. يس، لا الداتا بيز على كله لان الداتا بيز يعني ما فيهاش الكلام. يبقى عندنا عيله الكلاس دايجرامز ولازم يبقوا ريفلكتد في الكلاس دايجرام بتاعك. ما تجيبليش كلاس دايجرام ما فيهوش استراتيجي وما فيهوش اوبزرفر وما فيهوش سنجل تون ولا في ام بي سي، يعني مش هعرف اتكلم معاك اصلا. فدول بديهيات. نفس الكلام عندك 12 ايرور كانوا موجودين في الداتا بيز، بديهيا لازم تبقى عاملهم. تمام؟ الانتيتي اتريبيوت فاليو موديل ما كانش مطلوب منك في فيز 1، اظن بقى واضح ان ده هيبقى من الكرايتيريا بتاعت فيز 2. كده؟ فلازم تكونسيدر. اي ثينك هم دول الفاندمنتال ايشوز. طبعا هيبان عندك ان في تيستنج سيناريوز. التستنج سيناريوز مش لازم ترنهم كلهم، لو عملت رن لواحده منهم كتر خيرك كده خلاص بقيت فاهم الفكره هتكرر. بس بما ان ده نوت كورس فور تيستنج فانت ما عندكش التولز بتاعته، لكن انت عملتها مره واحده اند ذيس از انف. يعني انت عملت يونت تيستنج على 1 كلاس، مسكت كلاس كده عملت تيستنج كل حاجه فيه، شكرا انت كده بتعرف تعمل تيستنج خلاص، مش لازم بقى تكرر الموضوع. وانا غالبا هحاسبك على التيستنج الديزاين تيست كيس على الورق، لكن ما يهمنيش قوي انك تبقى عاملها امبلمنتيشن فعلا في ارض الواقع. يعني لو عملت فاليديشن كتر خيرك، ما عملتش خلاص. اوكي؟ قول انت.
الرندر هو انا عملت لها ابلود، عملت لها ابلود لان انا شرحتها للتيم وعملت لها ابلود. بس خلينا كده في الانتيتي اتريبيوت فاليو، الحته دي موجوده في الانتيتي اتريبيوت فاليو موديل كويس. الانتيتي اتريبيوت فاليو موديل احنا بنحط الاتريبيوتس بنحطها از روت. لما بنيجي نجنريت فورم بنجنريت الفورم دي دايناميك، يعني انا عاوز اعمل فورمه اليوزر يدخل لي بيمنت ميثود. المفروض لو انا بعمل فورم هيبقى شكلها عامل ازاي؟ الفورم دي هيبقى شكلها كده، لو سمحت دخل البيمنت ميثود، سيلكت بيمنت ميثود، سيلكت بيمنت ميثود. حلو. فالمفروض هيطلع لي هنا كومبو بوكس. فكر معايا كده، الكومبو بوكس ده هيبقى موجود فيه ايه؟ اول ايلمنت هنا ايه؟ فيزا كارد. تاني ايلمنت مثلا شيك. طيب لو اخترت فيزا كارد المفروض ايه اللي يحصل؟ يطلع لي فورمه ثانيه فيها الانتيتيز بتاعه الفيزا كارد اللي هي مين؟ اللي هي مثلا دخل نيم اوف ذا كارد، دخل الكارد نمبر، دخل الديت اوف اكسبيريشن، دخل السكيورتي كود. السؤال الاليمنتس دي جت منين؟ يعني الحته اللي انت قلت فيها والله الفورمه بتاعت الفيزا كارد هتطلع لي الفورمه دي، والحاجات بتاعت الشيك هتطلع لي الفورمه دي. في الانتيتي اتريبيوت فاليو موديل دول اصلا اللي هم الكومبوننتس دول موجودين في الداتابيز. ولذلك لما كنت بتيجي في الداتابيز بتقول ايه؟ والله نيم اون ذا كارد النوع بتاعه تكست. ليه كنت بتكتب تكست؟ علشان لما تيجي تطلع الاتش تي ام ال ده تسال، لو النوع تكست طلع تكست فيلد، لو النوع بوليان طلع ريديو، لو النوع مش عارف لسته طلع كومبو، لو النوع ديت وتايم طلع هنا ديت بيتر. صح؟ فالرندرنج ده بيحصل فين؟ اثناء الران تايم. يعني انت بتروح تجيب الحاجه من الداتا بيز، تجيب البيمنت ميثود دي بتتكون من انهي اوبشن، تشوف كل اوبشن التايب بتاعه ايه، وترندر الكلام ده الى اتش تي ام ال. الحقيقه الخطوه دي او الكود ده الكومبلكس بتاعته عاليه قوي، لان انت بتروح للداتا بيز وبترجع وترندر وتحط ايه ستيتمنت طويله عريضه، الكومبلكس بتاعته عاليه قوي. فالجماعه اللي عملوا الانتي اتريبيوت فاليو موديل قال لك ايه؟ طب ما هو اصلا الفورمه دي مش كل يوم هعمل ايديت عليها، يعني مش كل يوم هعمل ايديت عليها، هي اول مره بس وانا بطلع ببني السيستم بتاعي هقول ان الفيزا بتتكون من ده وان الشيك بتتكون من ده وده بيتكون من ده. فقال لك يعني حاجه لطيفه كده، ان انت الجنريتد اتش تي ام ال احتفظ بنسخه منه على جنب، علشان تاني مره تيجي تختار الفيزا ما تروحش بقى للداتا بيس خالص، تروح على مين؟ تروح على الاتش تي ام ال على طول. هات الحته دي حته كده اوبتمايزيشن، يعني بس عشان تعمل كانك بتكيش بتعمل كاش للايه؟ للاتش تي ام ال اللي اتعمل له رن. طيب ده بقى بيبقى شكله عامل ازاي في الداتا بيس، او يعني الحته اللي احنا بنشرحها دي شكلها عامل ازاي في الداتا بيس؟ بتبقى شكلها بالمنظر ده، ان انت هنا في الانتيتي اتريبيوت فاليو بتعمل ديريفاتيف منه بنسميه الانهانسد انتيتي اتريبيوت فاليو موديل، ومن الاخر يعني الريندر اتش تي ام ال. هو بص حتى اسم التيبل رندر بيمنت اتش تي ام ال، بتاخد نسخه منه على جنب وتحتفظ بيها على جنب، علشان بدل ما كل مره تروح تعمل الايف ستيتمنت وترسم الكومبوننت بيز على الحاجه اللي انت غيرتها، بدل ما تقعد تعمل الهيصه دي كلها تحتفظ بالكلام ده على جنب. كويس؟ هيجي واحد زي عمو اللي قاعد ورا، اسمك ايه؟ محمد. محمد ايه؟ واسمه عمرو. محمد سمير. اوكي. استاذ محمد سمير هيجي يقول لي ايه؟ لا يا دكتور اللي انت بتقوله ده صح. اصلا ما فيش حاجه اسمها انت تاتر في بالي. تعالى بقى لارض الواقع شويه. تعالى نبص على جوجل فورم، اكيد كلكم استخدمتوها صح؟ جوجل فورم هو فعليا جوجل فورم هي عباره عن ايه؟ يعني فكر فيها كده شويه، هي اصلا جوجل فورم عباره عن ايه؟ اتش تي ام ال بس فعليا
it's not an HTML. يعني تعال بص كده هنا اهو، جوجل فورم اهو، هو عباره عن شكل مكبر للانتيتي اتريبيوت فاليو، بس بدل ما بقى على البيمنت ميثود بقى على الفورمه من اولها لاخرها. كويس، فبص كده على الانترفيس اللي انت شايفه قدامك ده. ها انت دلوقتي بتكريت ايه؟ فورمه. طب الفورمه دي الاتريبيوتس بتاعتها معروفه مسبقا ولا انت بتخترعها؟ ده انا بشكلها على مزاجي مش كده؟ طب بص هنا بقى على اليمين، الحته اللي انت بتختار فيها نوع السؤال، اللي هي الجزء ده نوع السؤال، ها شورت انسر باراجراف بتاعه. طب لو انت عاوز تمبلمنت ده داتا بيز بقى فعلا حقيقي، هتعمل ايه؟ هتبقى الفورمه دي هي الانتيتي بتاعتك، والاوبشنز اهو ادي كل الاوبشنز، اي فورمه في الدنيا ممكن تتكون من مجموعه الاوبشنز دي. لو اخترت تشيك بوكس في الريندرنج هيبان لك شكل الشيك بوكس، لو اخترت تكست فيلد في الريندرنج هيطلع لك الشكل بتاع التكست فيلد. فهمتوا حته الريندرنج دي؟ طيب بعد ما خلصت في بني ادم هيروح يحط الفاليو مش كده؟ بس الانتيتيز دي ما كانتش متعرفه من البدايه، فالفاليوز هي دي بتتحط في الفاليوز تيبل. فاصلا جوجل فورم شخصيا هي معموله بالانتيتي فاليو موديل، وطبعا زي جوجل فورم دي في عندنا بقى حاجه زي دروبال، ده في الكونتنت مانجمنت سيستم عنده انتيتي اتريبيوت فاليو فورم على برضه الفورم، تقدر تكون الفورم دايناميك وحاجات كتير. يعني هتلاقي حاجات كتير، كل الحاجات بتاعت الاي كوميرس بيبقى عندك برودكت وانت عايز تشكل البرودكت ده على مزاجك، فحط بقى اوبشن وحط له تكست فيلد وكومبو بوكس وتشيك بوكسز اند سو اون، والكلام ده في الاخر بيترجم الى تيبل، الاربعه تيبلز اللي هم بتوع الانتيتي اتريبيوت فاليو. فبالتالي الانتيتي اتريبيوت فاليو موديل مهم قوي، ولازم تعمل له امبلمنتيشن، يعني لازم توريني الامبلمنتيشن بتاعه في فيز 2. ما يهمنيش تمبلمنته فين، في بيمنت ميثود، تمبلمنته في اليوزر تايب، تمبلمنته في برودكت كاتيجوريز، I'm not يعني مش هو ده اللي شاغلني، بس اللي شاغلني اكتر ان انت فعلا تمبلمنت. خد بالك ان الانتيتي اتريبيوت فاليو موديل محتاج حد عنده دماغ، حد فاهم هو عاوز يعمل ايه. فبالتالي لو احنا تيم في خمس اشخاص، الراجل اللي هيعمل الانتي اكتف فاليو ده هو اكتر واحد يعني ايه عنده كومن سنس، طبعا تحط تحتيه 20 خط كومن سنس موجود، يعني حد بيعرف يشتغل. اوكي طيب دكتور، انا كان عندي سؤال في الانتي اتريبيوت فاليو. اتفضل. هو دلوقتي يا دكتور لو انا متاكد ان التايب هيبقى نمبر، هل انا محتاج ان انا احط الاوبشن؟ يعني مثلا لو انا بعمل الجريد انا متاكد ان الجريدز هتبقى رقم انتجر، فهل انا محتاج ان انا اقوم كاتب بقى التايب بتاع الاساينمنت مثلا اخليه انت كويز انت هكذا، فهل انا محتاج ولا ممكن ايوه امشيها عادي نمبر؟ لا ما انت هتمشي عادي ازاي؟ ما انت لما تيجي ترندر انت عاوز تطلع تكست بوكس، تطلع تمام. تكست بوكس ولا تطلع كومبو ولا تطلع اوبشن ولا تطلع فايل ابلود ولا تطلع لسته لا على انا الفايل اقصد ان هي كده كده هتبقى تكست بوكس على طول، خلاص. يعني هي انا متأكد هو انها دايما فعليا هتبقى تكست بوكس. هي فعليا ان انت تسميها تكست او تسميها نمبر، خد بالك الاوبشن تايبس دي بتديبند عليك انت كبروجرامر، يعني انت ممكن تخترع داتا تايبس مش موجوده اصلا في الاتش تي ام ال، زي ان انت تيجي تقول والله انتجر. طب ليه انت هتعمل حاجه اسمها انتجر؟ عشان تعمل فاليديشن بايدك على ان ده انتجر ولا لا، هتعمل حاجه اسمها تكست، معناها هي اسمها المفروض بار كار في الداتا بيز، تمام. هتسميها انت تكست عشان تعمل فاليديشن بعد كده على مزاجك. هتعمل حاجه اسمها مثلا سكيورتي كود، وتقول دي الداتا تايب بتاعها اس اي سي، ده انت اخترعته اصلا عشان تعمل بعد كده في الفاليديشن تقول اس اي سي ثلاث ارقام. تمام. اني واي يعني الحته يا جماعه بتاع الانتي اتريبيوت فاليو دي محتاجه حد يمخمخ فيها ويعني يشغل دماغه. تمام دكتور، معلش كان في سؤال تاني، بس هو في الاوبزرفر ديزاين باترن هل ينفع نعمل مثلا واحده بس زي ما حضرتك قلت ومعناها ان احنا خلاص عارفين نعمل، ولا لازم اكتر من واحده؟ لا لازم، انت لو بتتكلم الاوبزرفرز اللي هم قاعدين على الناحيه اليمين لازم يبقى عندك ايميل اس ام اس و مثلا نوتيفيكيشن. طب انا مش عارف امبلمنت الاس ام اس، يعني فعلا ما بعرفش امبلمنت الاس ام اس، ما اتعلمتش حاجه زي كده، اعمل يا عم سيف تكست فايل. انا كده بالنسبه لي فهمت ان انت فاهم الفكره، انا يهمني ان الكود سكيلتون طالع صح، لكن جوه كامبلمنتيشن مش حاسبك عليه، يعني مش حاسبك انت بتبعت ايميل فعلا ولا لا، لكن الكود سكيلتون مظبوط، هو فعلا في عندي كلاس اسمه سند ايميل نوتيفيكيشن، اللي عنده فانكشن اسمها ابديت، ابديت دي فعلا بتبعت ايميل، فعلا بتبعت اس ام اس، ماليش دعوه انا مش حاسبك عليه،
يعني انت لو جيت في الاخر قلت لي والله انا بعمل ايكو على السكرين ماشي، بس هي محطوطه في الكلاس بتاع الايميل، بسيف في تكست فايل. شكرا يا عم، انت كده كانك بعت الايميل. لما تتعلم ازاي تبعت ايميل ابقى اعملها. هيجي مثلا هيقول لي والله انا عندي استراتيجي ديزاين باترن. فالاستراتيجي المفروض ان انا اطلع مثلا ريبورت مره باي شارت ومره بار شارت، بس انا ما بعرفش اعمل ده. يعني انا عمري ما طلعت صوره من البي اتش بي، انا جنريت الصوره، عمري ما عملتها. انا مش هحاسبك على دي يا جماعه، خليكم فاهمين، انا هحاسبك على كود سكيلتون انه شغال صح. انت عامل استراتيجي بيأجريجيت انترفيس فيه اتنين نازلين منه وكل واحد منهم عنده فانكشن، السكيلتون مظبوط جوه السكيلتون. فاهمني؟ لو عملتها ايكو بار شارت والثانيه ايكو باي شارت، everybody is happy. تمام؟ تمام يا دكتور. عملت لها امبلمنتيشن فعلا حقيقي في ارض الواقع، تفكيرك يعني كده عديت المرحله اللي انا عاوزها، تفكيرك كويس. تمام. انا بس في نقطه حضرتك قلتها دلوقتي مش فاهمها قوي، اللي هي هنبعت ايميل. حضرتك قصدك نبعت ايميل يعني للجيميل مثلا حاجه زي كده، ولا نبعت ايميل يعني خلي مثلا الامبلوي يبعت ايميل للستودنت فيجي نوتيفيكيشن للستودنت؟ هل انا فاهم صح الاوبزرفر ولا؟ بص يا بطل، هو انت فعليا في الاوبزرفر لو انا مثلا عندي تعالى نرسمها كده عشان تبقى الدنيا ايه واضحه للناس كلها يعني. تمام. لو انا دلوقتي عندي الاوبزرفر كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن تو كلاسز، واحد اسمه سبجكت واحد اسمه اوبزرفر. السبجكت ده عنده ثلاثه فانكشن، اد وريموف ونوتيفاي. خلينا نمسك نوتيفاي، هو ده اللي يهمنا يعني. وهنا في كونكريت امبلمنتيشن وهنا في كونكريت امبلمنتيشن، مظبوط؟ انا يهمني ان انا اشوف هنا ثلاث